هلا وغلا، معكم محمد سيف الريامي. شايف فيلم هندي اسمه سكيتر جيرل او المتزلجة الصغيرة على قناة نتفليكس. It is incredible how one small step can just completely change the course of someone's life. طبعا من الجميل انك تشوف ممثلين قدامى من العصر الذهبي في ادوار بسيطه على الشاشه الذهبيه، طبعا حتى لو كان دورهم يعني دقائق، تحس براحه نفسيه صراحه. الفنانه القديره وحيده رحمن موجوده في هذا العمل بدور بسيط، وتحس ان لها حضور قوي على الشاشه، ما زالت هي برونقها الاعتيادي. فهذا شيء يشجع المنتجين والمخرجين صناع الاعمال الحديثه انهم يركزون على بعض الممثلين القدامى ويرجعوهم حتى لو بادوار بسيطه في اعمالهم. هذا بيكون يعني اولا شرف لهم، وفي نفس الوقت يغذي العمل نفسه اللي هم قاعد يعملونه. هذا الفيلم يتكلم عن اطفال القريه عندهم أحلام بسيطة، وكل واحد يصنع لنا لعبة بدائية على قد حالة على قد فلوسة. فتدخل في حياتهم واحدة من بريطانيا، هي هندية الأصل، لها غرض خاص بهذه القرية، وتجيب لعبة المزلاج أو التزلج في هذه القرية، والكل يحب يلعب هذه اللعبة، وتصير فوضى طبعا في القرية، وتصير شكاوي من المدرسين، من الناس اللي عايشين في هذه القرية من هذه اللعبة، يحسون أنها إزعاج، ويحسون أنها لعبة دخيلة على المجتمع الهندي وممكن يخرب أخلاق الأطفال. فكيف يقدرون يمارسون هذه اللعبة؟ يروحوا يبنوا لهم مدرج خاص في هذه القرية. والجميل في هذا العمل أن صناع أو منتجين الفيلم نفسه صنعوا مدرج خاص للتزلج في هذه القرية اللي موجودة في راجستان، واليومك هذه يستخدمونها الأطفال والناس اللي يحبون يمارسون لعبة التزلج في هذه المنطقة. فهذا عمل نبيل منهم. الفيلم طبعا لو كان فيلم من هوليوود يتكلم عن التزلج أو غيره، تحس أنه راح يكون فيلم مطاردات، فيلم أكشن هذا النوعي، لكن فكروا فيها يسوونها في السينما الهندية، فكروها بالطبيعة، طبيعة الأطفال. فأنا دائما الأفلام الهندية من الخمسينات إلى يومك هذا، سينما الطفل دائما يكون لها اهتمام جيد جدا عندهم. والحلو أن الأطفال اللي عندهم يؤدون الأدوار بشكل جدا جيدة، وعندهم الإمكانيات القوية. فهذا الشيء منسجم في هذا العمل، وباين أن الاهتمام موجود، والحمد لله ما خذلوني بحيث ان انا اقول فيلم طفل بيكون عادي. لا، فيلم طفل له يعني ميزه خاصه وله فكر جيد جدا، وممكن تشوف الفيلم حتى لو بعد سنين. ايضا الجماليه الموجوده في هذا العمل ان الاحلام مش فقط مركونه على فئه معينه او على جنس واحد اللي هم رجال، لا، ايضا البنات عندهم احلام، مثل ما شفنا فيلم دنقل، وكيف كانوا يوروك ان البنت ايضا لها اهميه في المجتمع العالمي. فهني ايضا نفس الشيء يبرز لك هذا الشيء. الضعف اللي موجود في هذا العمل ان في احداث مكرره كثيره شفناها في افلام كثيره، فانت تحس ان هذا الشيء نوعا ما ممكن يكون ضعيف، لكن في نهايه الامر انت تستمتع مع هذا العمل، وتحس انك قاعد تشوف فيلم فيه امكانيات جيده من التمثيل وايضا من الاخراج وايضا من ادوات يعني التنفيذيه، سواء كان تصوير، سواء كان حتى اللعبه نفسها كيف سووها، كيف جابوها، وكيف يعني برزوها في هذا العمل، لكن مش ابرازها بموضوع الاولمبيات او المسابقات العامه، لا، ابرازها في المجتمع الهندي وكيف ممكن الناس تتقبل هذه اللعبه. الادوار طبعا دور البنت الرئيسي اللي تمثلها اسمها راشيل غوبتا، هي اعتقد تمارس هذه اللعبه، لعبة السكيت، ودورها كان جيد في هذا العمل. وأيضا في بروز من الفنانة الموجودة في هذا الفيلم اللي تمثل دور البريطانية اللي هي هندية الأصل اللي جاية لبريطانيا، اسمها أمريت ميغرا، هذه هي أمريت ميغرا، موجودة أيضا في دور جيد جدا في هذا العمل. بقية الأدوار كانت أيضا لا بأس فيها. عمل يعني جميل وحلو، وانصحكم تشوفونه مع عيالكم بعد، على اساس ان تجيهم الرحمه وفي نفس الوقت يجيهم الهام عن طريق هذا العمل، اللي هو بطبيعه الحال راح يستلهم، او الاطفال راح يستلهم منه اكثر جد كثير يعني في هذا الفيلم. هذا الفيلم انا اعطيه 3.5 من 5، هذا تقييمي لهذا العمل، متواجد على نتفليكس اذا تحبون تشوفونه. واشكر جزيلا على المشاهده، وسبسكرايب لايك شير كالعاده للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.